They all made us proud, but only one team. لقد جعلونا فخورين بقارتنا، لكن فريق واحد سوف يفوز بالجائزة. ومن أجل أن نعلن عن الفائز وهو اللاعب، سوف نستدعي اللاعب الدولي لغيني، ورجاء أرحبوا بتيتي كامارا إلى الخشب للإعلان عن الفائز بأحسن منتخب إفريقي. Welcome, sir. Yes. La meilleure équipe nationale of the year. أحسن منتخب للرجال لسنة 2023 هو المغرب. Congratulations. تهانينا لأسود الأطلس للمغرب. لهذه الجائزة التي يستحقونها. الآن تهانينا للمنتخب المغربي على هذه الجائزة. رجاء سيداتي وسادتي صفقوا للمنتخب المغربي. Very well deserved. Monsieur le Président, quelle émotion. الكلمة لرئيس الجامعة. Merci. شكرا جزيلا. L'équipe nationale. قد قام المنتخب الوطني المغربي بمجهود جعل من القارة الإفريقية فخورة، وأعتقد على أنها هي المرحلة الأولى والخطوة الأولى تجاه الفوز بكأس العالم. نحن هنا بفضل المجهودات وبفضل كل ما قام به صاحب الجلالة، نصره الله من أجل أن يجعلنا نحظى بهذه المرتبة. الشعب المغربي الذي لطالما ناصرنا، وأيضا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والشعب المغربي أهدي هذه الجائزة. شكرا جزيلا رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم سيد فوزي لقجع. أنا يمكن لي أن أرى يا وديع أحسس في عينيك. تهانينا.